اللواء محسن فنجاني قال حقيقي في البيان ده ان في اعداد وثيقه مبادئ حكيمه لاختيار الجمعيه التاسيسيه لاعداد الدستور جديد للبلاد واصدارها في اعلان دستوري بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسيه عليها. كمان البيان كان في تجديد من قبل اللواء محسن فنجاني على الاستمرار في سياسه الحوار مع كافه القوى والاطياف السياسيه وشباب الثوره لتلبيه المطالب المشروعه للشعب، وحذر البيان من التظاهرات التي تضر بالصالح العام. كمان أكد اللواء الفنجاني أن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا. كمان أكد اللواء محسن الفنجاني تردد الشائعات والأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن، ولازم ناخد بالها من الحاجات دي كويس جدا ونتشكك فيما يتم من الإجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار، وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد عن المصالح الخاصة المحدودة. وأيضا شدد الفنجاني على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى. قبل الختام قال إن حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكن ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون، وأكد التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قراره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراءات انتخابات مجلس الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد ذلك تسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. يمكن ده كان أهم خبر موجود عندنا، وكان لازم إن احنا لكل يمكن اللي ما شافش أو ما يعرفش فإن احنا نقول. الخبر الثاني اللي عندنا بقى، عندنا حصل فيه مشاجرة كبيرة جدا حصلت في التحرير وبالأخص في شارع طلعت حرب بين باعة جائلين ومعتصمين في التحرير. الباعة الجائلين حبوا إنهم يخشوا ميدان التحرير، لكن المعتصمين رفضوا علشان خاطر منظر التحرير ما يبقاش مثلا في اي نوع من الازعاج. فالباعة الجائلين راحوا جابوا مجموعه من البلطجيه وابتدوا يضربوا المعتصمين بالطوب والحجاره والعصا، يعني كانت خناقه جامده جدا. شاهد العيان بيقول ان كانت خناقه واشتباكات عنيفه بشارع ناصر الدين المتفرع من طلعت حرب، حيث تحصن البلطجيه في احد المنازل والقوا الزجاجات والحجاره من داخله قبل أن تصل أعداد كبيرة أكبر من كده كمان من البلطجية يحملون زجاجات وعصا خشبية، لكن في النهاية تمكن بعض المتظاهرين من دخول المنزل وقبضوا على البائعين، بائع من الاثنين، وفر عدد كبير من البلطجية هاربين. أي تعليق؟ هي هنا دور لجان شعبية برضو إن شاء الله، يعني أصحاب العمارة اللي بيسمحوا للناس يستخبوا أو يطلعوا برضو يعملوا دور كويس، العملية تتنسق شوية. يعني هم المسألة ابتدت تبقى بقى تين شوكي وحاجات كده تضحك يعني، فطبعا لازم تتظبط يعني، مفيش مانع ان حد يرزق وان يحط تيشيرتات حلوه وبتاع، لكن المسألة بقت يعني بصراحه تزعل، احنا عايزين ما نضيعش الثوره الجميله دي. بالظبط، لان مش كل صوابعنا زي بعض، احنا مش قصدين ان احنا نوقف رزق الباعه المتجولين، لكن برضو لازم نبقى واخدينها قدام العالم وكاميرات بتصور وكده. عندك اي تعليق يا بقى استاذه؟ لا. طب انت زعلان ليه النهارده؟ زعلانه الحقيقه، خبر الشاب اللي قتل وملابسات الحادثه دي كل شويه يعني اتمثلها قصاد عيني واحس بوحشه وقبح شديد، ومش عايزه افتح في الموضوع عشان المكياج هيبوظ. لا خلاص، خلينا في اللي احنا فيه. خلاص اوكي. طيب الخبر اللي عندي، 25000 جنيه حد اقصى لاجور الموظفين بالدوله، اعلنت وزاره الماليه بدء تطبيق زياده الحافز للعاملين بالجهاز الاداري للدوله ليصل الى 200%، وذلك في اطار سياسه الحكومه لاعاده هيكله نظام الاجور في مصر اللي رصدت لهم ميزانيه 9 مليارات جنيه. مش بس كده، وأضافت المالية إنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد عن ما يعادل 36%. وضع حد أقصى لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمى. وهذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور والتي تستغرق 5 سنوات. ما تزعلوش مني، أنا مش فاهمة. يعني أنت عايزة تقولي إن مرتبات الناس هتزيد؟
يعني نبشرهم ونهنيهم عشان كده انا مش فاهمه قررنا. فانا مش فاهمه انا يعني انا بقول ايه. فانا قررنا احنا نكلم الاستاذ عاطف ملج وهو رئيس قطاع الموازنه العامه للدوله عشان يفهمنا. الو السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ السلام يا فندم. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا استاذ عاطف؟ ازاي كل سنه طيبين وحضرتك طيب. احنا عايزين حضرتك تفهمنا الجزئيه بتاعت واضافه الماليه انه تم وضع حد اقصى لدخول الموظفين لا يزيد عن ما يعادل 36%. يعني 36 مره مش 100 مره. طيب اهو ممكن تفهمنا هو مرتبات الناس هتزيد بالبلدي كده بالبلدي عشان الناس اللي قاعده بتتفرج علينا، مرتبات الناس هتزيد، هيحصل حاجه تنعنش الحياه كده ولا ايه حضرتك؟ ان شاء الله. ايوه المرتبات من 1/7 تعتبر زادت مش هتزيد، زادت. ايوه ان شاء الله. بالنسبه لرفع نسبه الحوافز او اجمالي ما يتقاضاه الموظف هيزيد. في ناس بتاخد دلوقتي اقل من 200%. طيب نظم الاثابه اقل من 200% او اجمالي ما يتقاضاه لمرتبه الاساسي اقل من 200%. زي الناس اللي في المحليات مثلا، الناس اللي في المحليات بيتقاضوا 75% من المرتب الاساسي. تم رفع النسبه ل 200%. قيسي سيادتك على كده، كل ما يتقاضى اقل من نسبه 200% هيترفع لغايه 200%، هيتم رفعه لغايه 200%. طيب. كمثال بسيط جدا. طب اسال حضرتك سؤال يا فندم، يعني نحن نتحدث عن زياده الحوافز، يعني الاجر الاساسي ثابت وحضرتك بتتكلم عن زياده الحوافز، وبالتالي لما الحوافز نسبه الحوافز بالمقارنه بالاجر الاساسي هتزيد، وقع الحال دخول الموظفين هتزيد. بالظبط كده يا فندم، لان انا ما اقدرش العب، ما نقدرش نيجي نغير المرتبات الاساسيه. ايوه لان ده قانون. بالزبط. علشان يتغير المرتب الاساسي لابد من تغيير القانون. بالظبط. في جدول وظائف، جدول الدرجات الوظيفيه ببدايه الربط لكل درجه وظيفيه مقرون بالقانون 47 لسنه 78 بتاع العاملين المدنيين بالدوله. ايوه يا فندم. لكن احنا دلوقتي سيادتك انا هدي لك مثال بسيط جدا، نفترض ان في موظف عندي اي درجه وظيفيه وانا ابتدي بادنى درجات التعيين. درجه السادسه اللي هي العامل اللي بيخش موظف اتعين عندي السنه اللي فاتت. ايوه تمام. كان بيتقاضى مرتب 422 جنيه. 400 ماشي. ايوه يا فندم. مرتبه اللي انا اسف بيتقاضى 444 جنيه. 444 جنيه. هيتقاضى اعتباره من 1/7 708 جنيه. كويس. ده عن طريق زياده الحافز. ده عن طريق زياده الحافز. طيب يعني هل حضرتك كده انا اقدر اقول بالنسبه لكل موظفين الدوله انه زياده الحافز هي نوع من يعني لانه مفيش مجلس شعب النهارده ومفيش تغيير قانون لزياده الاجور الاساسيه، وفي نفس الوقت الدوله معنيه بموظفيها فهي بتزود الحافز بتضعفه وصولا لزياده دخول الموظفين. بس معالي يا استاذه مش كل موظفي الدوله هيستفاد من هذا الرفع. امال مين يا فندم؟ دلوقتي احنا عندنا 1.9 مليون موظف. ايوه اللي هيستفيد من هذا الرفع. 1.9 مليون موظف اللي هم الدرجه السادسه. هيستفيد من هذا الرفع اللي هم الدرجه السادسه. لا في درجه سادسه ودرجه لغايه وكيل اول وزاره هيستفيد من هذا الرفع في الجهات اللي بتتقاضى اقل من 200%. اقل من 200%. طب يا فندم يعني حضرتك كده بتقول لي انه في 1,900,000 موظف، يعني في 1,900,000 أسرة دخلها هيزيد نتيجة للموازنة اللي حضرتك عملتها. الحقيقة ده خبر يسعد. ميرسي. متشكرين لحضرتك وللموازنة. بنشكر حضرتك يا أستاذ عاطف. بنشكر حضرتك وخليك موجود معنا. طبعا هنفضل على طول مع حضرتك متابعة للأخبار. احنا عندنا تقرير، التقرير ده رائع. رجل من عزبة الصفيح بن بابا قاعد يفكر مع نفسه، طب انا ازاي اقدر اكرم الشهداء او الشهيد اللي موجود في المنطقه بتاعتي؟ ففكر في فكره رائعه انا مش عايزه احرقها، تعالوا مع بعض نشوف الفكره دي من خلال التقرير الموجود معانا.